نروح دلوقتي على طول سريعا على الهواء مباشره للكابتن هيثم السعيد علشان مباراه الذهاب في الدور التمهيدي لدوري الكره الطائره سيدات. كابتن هيثم الف مبروك لفريق مواليد 2006 في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، ان شاء الله يا رب النهارده يبقى يوم يعني متلون باللون الاحمر وتكون ايضا في كره الطائره وفي كره اليد القمه حمراء وتفضل. بشكرك يا كابتن اسامه، ودايما يعني وش حضرتك حلو علينا. بشكر ضيوفك الكرام دكتور احمد وكابتن حشيش، والف مليون مبروك النهارده الفوز الحقيقه في كره القدم للشباب. وننتقل كما وعدناكم في قناه النادي الاهلي، هنكون مع ابطالنا في كل مكان. هنطير من اهل مدينه نصر الى مقر النادي الاهلي بالجزيره، تحديدا في صاله الشهداء، عشان ننقل لحضراتكم في تمام الساعه الخامسه مباراه الكره الطائره سيدات الاهلي والزمالك في الدور التمهيدي مباراه الذهاب. الاهلي والزمالك بيقعوا في مجموعه واحده، والاثنين متصدرين المجموعه بدون هزيمه. مجموعتهم النادي الاهلي طبعا راس المجموعه لانه حامل لقب العام الماضي، هليوبوليس الاتحاد السكندري ظهور 6 اكتوبر، وادي دجله الزمالك اصحاب الجياد. مباراه النهارده مباراه مهمه جدا، اللي هيكسب فيها يتصدر المجموعه، ولكن يبقى دوري المجموعات او دوري المرتبط اللي في الاول مهم جدا الترتيب، ومهم جدا فرض السيطره. وزي ما حضراتكم شايفين دي لقطات من ارض الملعب حصريا على شاشه قناه النادي الاهلي وتسخين الفرقتين. مهم جدا النهارده النادي الاهلي يفرض سيطرته ان شاء الله باذن الله، يبقى يوم سعيد على النادي الاهلي. زي ما كابتن اسامه تفضل قبل ما اكون مع حضراتكم، الحمد لله كسبنا في كره القدم للشباب، والنهارده عندنا الطايره سيدات، والساعه 8 باذن الله مباراه كره اليد الاهلي والزمالك في مجمع الدكتور حسن مصطفى الساعه 8. خلينا نروح لارض الملعب ونروح لمراسلنا هناك عشان نقول لنا الاجواء وتشكيل الفريقين. معانا سلا حامد ونورهان طمان، اتفضلي يا سلا. يا مساء الخير يا كابتن هيثم، برحب بيك وبرحب بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، وبرحب طبعا بزميلتي وصديقتي العزيزه سلا حامد. وزي ما قلت احنا هنا في مقر النادي الاهلي في الجزيره، وتحديدا في صاله الشهداء في انتظار المباراه المرتقبه طبعا لسيدات طائره النادي الاهلي امام نادي الزمالك. وان شاء الله ان شاء الله يكون يوم احمر على كل جماهير النادي الاهلي النهارده. وقبل اي شيء بنبارك لناشئين النادي الاهلي وفوزهم يعني المستحق على نادي الزمالك طبعا مواليد 2006 بهدفين مقابل هدف. طبعا خلينا يعني سريعا مش هنطول عليكم نقول لكم قائمة فريق النادي الأهلي اليوم: شروق فؤاد، مريم ثروت، مريم ثابت، آية الشامي، آية خالد، مي غزال، سلمى يوسف، المحترفة ديانا ريس، نهلة سامح، دعاء الغباشي، سارة أمين، زينة العليمي، المحترفة كارينا أوكاسيو، وندى وليد، ومي فؤاد، وريم طارق. خلينا نقول لكم كمان ان المباراه هي الصدام الاول ما بين النادي الاهلي والزمالك، زي ما قلت يا كابتن هيثم هم متصدرين المجموعه ولم يتلقوا اي هزيمه، وان شاء الله ان شاء الله يكون الفوز النهارده حليف النادي الاهلي. فعلا يا نورهان زي ما انت قلت يعني تاكيدا طبعا على كلامك، وكفيني اكد على كلام نورهان انه دي اول يعني مباراه ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك الموسم ده، طبعا المباراه الذهاب من الدور التمهيدي لبطوله الدوري المصري للكره الطايره. كمان خلينا انا سريعا يعني اطلعكم على قائمه نادي الزمالك طبعا تحت قياده المدير الفني الكابتن احمد فتحي، ويمكن خليني اقول لكم ان الفريق مكتمل، كل اللاعبات متواجدين في القائمه، ما فيش غيابات، ما فيش اي اصابات في صفوف نادي الزمالك. يمكن البدايه مع مريم متولي، فريدة هشام، مايا ممدوح، صابين حسن، فريدة العسقلاني، ياسمين نوح، نوران أحمد سعد، دانا أحمد شوقي، هنا الحسن محمد، داليا أشرف، أسيل أو أيسل محمد، نور إيهاب، وهنا هشام، والمحترفتين سواء المحترفة البرازيلية ميلكا لوبيسكي والمحترفة الأمريكية هيلي دورا. يمكن دي كل اللاعبات المتواجدين يا كابتن هيثم في قائمة نادي الزمالك لمباراة اليوم. وزي ما حضرتك شايف يعني طبعا الأجواء ورايا في صالة الشهداء بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، يمكن شايفين يعني الفرقتين يعني كلا الفرقتين بيقوموا بعمليات الاحماء ما قبل المباراه. كمان يعني خليني اقول الفرقتين يعني جهزوا او استعدوا بشكل قوي لمباراه اليوم، يمكن الاثنين كانوا في معسكر مغلق قبل مباراه اليوم امبارح عشان طبعا يدخلوا في اجواء المباراه. كمان زي ما احنا شايفين ان يعني الصاله خاليه من يعني اي حد متواجد فيها سواء اعضاء النادي الاهلي او الجماهير. يمكن المباراه بالفعل يا كابتن هيثم بتقام النهارده بدون جمهور، كمان في تشدد امني او تنظيم جيد يعني من جميع افراد الامن وطبعا اداره النادي الاهلي. والمفترض النهارده ان شاء الله يعني هيكون متواجد اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي واعضاء مجلس اداره نادي الزمالك، وطبعا يعني الكابتن خالد العوضي
مدير النشاط الرياضي، اكيد بنتمنى التوفيق يعني للنادي الاهلي النهارده ان شاء الله ويفوز في المباراه ويفرحنا طبعا زي ما فرحونا من شويه كمان فريق المرتبط نورهان عفوا، انه طبعا فريق المرتبط النهارده فاز بنتيجه 3-1 على نادي الزمالك قبل المباراه. مباراه حماسيه جدا يا سهلا، ده حقيقي بالفعل يعني كان مباراه حماسيه. يمكن اول نادي الاهلي كان كسبان 2-0 وبعد كده نادي الزمالك كسب بشوط، وبعد كده النادي الاهلي رجع تاني وكسب شوط، فانتهت المباراه بنتيجه 3-1 لصالح النادي الاهلي. دي كانت يا كابتن هيثم كل اجواءنا النهارده من داخل صاله الشهداء بمقر النادي الاهلي بالجزيره. والان العوده مره اخرى للاستوديو، الكلمه ليك يا كابتن هيثم، تفضل. نورهان تمام وسنا وسلا حامد، بشكركم شكرا جزيلا، يمكن غطيتوا لنا كل اللي احنا محتاجين نعرفه سواء تشكيل الفريقين، شفنا صور حيه من ارض الملعب. خلينا نكمل معاكم تغطيتنا المستمره، بس اطلع لفاصل وارجع لحضراتكم بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ويمكن بعد دقائق من الان ان شاء الله ننتقل لصاله الشهداء بمقر النادي الاهلي بالجزيره عشان ننقل لحضراتكم مباراه الكره الطائره سيدات الاهلي والزمالك. والمباراه النهارده بتشهد حضور من مسؤولين، او زي ما وضحوا طبعا مراسلنا الاعزاء من ارض الملعب، من مسؤولين من كلا الناديين وحتى الاتحاد المصري. وشفنا كابتن ياسر قمر رئيس الاتحاد، كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، كانوا بصحبه بعض يعني في الصاله. وزي ما حضراتكم شايفين المباراه بدون جمهور، ودي طلبات الاتحاد. ولمعلومه لحضراتكم، هذه المباراه مؤجله من الجوله الثانيه لفريق للنادي الاهلي، يعني كانت الجوله الثانيه ليه، لانه نادي الزمالك في المجموعه من السنه اللي فاتت كان بيحتل المركز القبل الاخير، فكان ثاني مباراه في المجموعه او ثاني جوله تم تاجيلها وتم تحديد ميعادها اليوم. ان شاء الله النهارده يكون الفوز للنادي الاهلي. طبعا من فتره طويله لم يعني ياتي على يعني مباراه الاهلي والزمالك سيدات مباراه قويه او تشهد اهتمام زي هذه المباراه. وزي ما وضحت لحضراتكم ده الذهاب، الفريقين بيتصدرها المجموعه بنفس رصيد النقاط 18 نقطه لكلا الفريقين، اللي يكسب النهارده هيتصدر المجموعه. ولكن ما زلنا في دوري المجموعات، لم نصل الى دوري الحسم او البلاي اوف او الادوار الاقصائيه، بعد يمكن بعد شهر او اثنين من الان هنخش في الجد. ولكن مباراة النهاردة مهمة جدا للنادي الأهلي عشان يفرض سيطرته الفنية. الفريق استعد بشكل جيد، كابتن حمدي الصافي الفترة اللي فاتت كان بيتمرن على فترتين قبل المباراة بفترة قريبة، يعني بقى التدريب على فترة واحدة. وزي ما حضراتكم شايفين ده التسخين خلاص، هي يمكن المباراة اتأخرت قليلا بسبب المباراة اللي كانت قبل مباراة السيدات، مباراة المرتبط اتأخرت شوية، ولكن المباراة يعني لو اتأخرت بالكتير هتتأخر 5 دقائق عن الآن. كابتن حمدي الصافي المدير الفني بيتناقش طبعا مع أفراد الجهاز المعاون عن التشكيل، مين اللي هيبتدي أو مين اللي يعني طبعا كل مدرب يحط استراتيجية معينة. كابتن حمدي الصافي، يمكن السكواد عندنا في النادي الأهلي سكواد قوي الحمد لله، الجوة زي اللي بره، طبعا يعني مش محتاج اتكلم عن فتره الذهب وتاريخهم، احنا حامل اللقب، اكتر فريق مصري حصل على الدوري العام، اكتر فريق مصري حصل، اكتر فريق في افريقيا حصل على بطوله افريقيا، يعني فريق له تاريخ وحاضر كبير. مباراه النهارده مباراه هتكون ان شاء الله من الساعه 5، ممكن تمتد لساعه ونص ساعتين على حسب عدد الاشواط اللي هتمتد ليها المباراه. واكيد هتقابل بعد المباراه مع حضراتكم وضيوف اللي هينوروني في الاستوديو التحليلي عشان نتناول المباراه فنيا من كل الجوانب. عايز اوضح لحضراتكم المجموعه اللي فيها الاهلي والزمالك، الاهلي على راس المجموعه كحامل لقب بطوله الدوري عن العام الماضي، هليوبلس الاتحاد السكندري، الزهور 6 اكتوبر، وادي دجله، الزمالك اصحاب الجياد. النادي الاهلي فاز في كل مبارياته، النادي الاهلي تعاقد مع 2 محترفين الحقيقه كانوا يعني ليفل 1، الاثنين منتخب كانوا بيلعبوا بطوله عالم لسه جايين منها، يعني اقصد النادي الاهلي استعد جيدا لهذا الموسم. يتبقى ان شاء الله النهارده التوفيق للحكام، المباراه تكون فنيا متقاربه، المباراه تكون قويه، لازم يكون الحكام النهارده على قدر الفنيات ويكون التركيز من الحكام عالي جدا، لان المباراه دي ما بتبقاش متحمله يعني اخطاء في النقاط. زي ما حضراتكم شايفين ده الاستاذ حسن عابد مدير تنفيذي الاتحاد او القائم باعمال مدير تنفيذي الاتحاد. وزي ما قلت لحضراتكم المباراه تشهد حضور مكثف من مسؤولي الفريقين سواء من النادي الاهلي او من نادي الزمالك، وايضا اتحاد الكره الطائره ايضا في نفس الكلام في نفس الاهتمام، لان المباراه زي ما قلت لحضراتكم مؤجله وبدون جمهور، ومتابعه جيدا من جماهير النادي الاهلي. كل التوفيق لفريقنا وفتاة الذهب اللي ان شاء الله كلنا ثقه فيهم النهارده يحسموا اللقاء، وان شاء الله باذنك يا رب يكون بسكور جيد جدا. طيب خلينا نقول انه طبعا النادي الاهلي فاز في كل مبارياته، بذكر حضراتكم كسبنا 6 جولات و6 في 3 ب 18 نقطه، يعني احنا بنتصدر المجموعه. نفس الوضع النادي الزمالك 6 مباريات فوز ب 18 نقطة، دايما بوضح كده المباراة مهمة، مباراة مهمة عشان
كلا الفريقين او الفريق اللي هيكسب ان شاء الله يكون النادي الاهلي يتصدر المجموعه ويستطيع ان هو يخش على مباراه العوده وهو يعني خلاص راكب المجموعه، لان مباراه العوده هتكون في ملعب نادي الزمالك ب 100 عقبه. زي ما حضراتكم شايفين اللوحه لسه طبعا ما ابتدتش المباراه، بدا كابتن حمدي الصافي المحاضره الاخيره قبل المباراه، اللاعبات طبعا بيستعدوا لتبادل التحيه وده البروتوكول المعهود في كره الطائره، قبل المباراه وبعد المباراه بيتبادل الفريقين التحيه والاستعداد للمباراه. واضح التركيز على وجه فتيات الذهب، ان شاء الله يكون التوفيق من حلفنا يا رب ان شاء الله النهارده. وزي ما حضراتكم شايفين اصطف النادي الاهلي في انتظار طبعا اصطفاف نادي الزمالك، وخلاص انا شايف ان هي لحظات او دقائق معدوده، اقل من 5 دقائق هتنطلق المباراه. ومهم جدا الستارتنج، خلي بالكم يا جماعه البدايه في الكره الطايره مهمه، الشوط الاول مهم جدا جدا جدا، ولكن بيبقى مهم ولكن مش النهايه، ولكن الستارتنج مهم، بيريحك بعد كده، بيخليك بتلعب باعصاب هاديه اعصاب مرتاحه، فالستارتنج مهم جدا. اتمنى ان الستارتنج للنادي الاهلي يكون بشكل يعني جيد ان شاء الله وبشكل فيه توفيق كبير. زي ما وريت لحضراتكم التحيه للفريقين، الفريقين بتبادل التحيه وتوجه البنش، خلاص الفريقين بتوجه البنش، شايف ان اللحظات وتنطلق المباراه. خلينا نروح لصاله الشهداء بمقر النادي الاهلي بالجزيره ومعلقنا الكابتن مروان صالح لنقل احداث مباراه الكره الطائره الاهلي والزمالك، فالى هناك.